السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة احنا كل مرة بنيجي هنا بنزداد حب لأكاديمية ناصر العسكرية. بنزداد حب لأكاديمية ناصر العسكرية فعلا، يعني عشان قيادتها كلهم بيساعدونا في أي موقف وفي أي وقت. حتى لما جينا امبارح ناخد موعد للأزمات واتفقنا على ميعاد للكل ممكن يتفق عليه، وافقوا هم على الموعد، فما فيش حد هيعامل المحامين زي أكاديمية ناصر. أنا طبعا بشكر سيادة لواء أركان حرب طارق أنور هلال مدير الأكاديمية. أشكر لواء أركان حرب تامر عبد المنعم شوشة مدير كلية الدفاع. وحيوا معي سيادة المدير مرة أخرى لأن إحنا في مكانه وفي موقعه. الحقيقة بحيي سواء سيادة اللواء أركان حرب أيمن حشيش مشرف الدورات، وحيوا معي هذا الرجل العميد عمرو أحمد رياض مساعد مدير الكلية. حقيقة بيهيئ لنا كل مرة معاد وكل مرة شق، لكن أنا بقول لكم إن أكاديمية ناصر أكاديمية عظيمة. يمكن لما قلت لكم الكلام ده وأنتوا اشتركتوا لمستوا الكلام ده لما دخلتوا الأكاديمية، شفتوا قد إيه أنتوا تغذيتوا من العلم الغزير اللي مش موجود في قانون المحاماة، اللي مش موجود في القوانين العادية. وأنا دايما بقول إن اللي يدخل الأكاديمية ويكون مش وطني هيطلع من الأكاديمية ولازم تبقى الوطنية في دمه. لأن فعلا في أكاديمية ناصر احنا بنتلقى علم غزير. انتوا يمكن في أول مرحلة في الاستراتيجية والأمن القومي عرفتوا يعني إيه أمن قومي، أمن مائي وأمن جوي، ما كانش حد يعرف الكلام ده فينا كلنا، بداية مني أنا لكل المحامين. عرفنا دلوقتي حاجات كتيرة، هتدخل على الأزمات هتعرف يعني إيه الأزمة ومين اللي عمل الأزمة وهل ينفع اللي عمل الأزمة هو يدير القصة ولا لا. يعني القصة كبيرة شوية، احنا بنعتبر أزمة لدرجة إن في الكلية هنا أو في الأكاديمية هنا بيقول لك ممكن تبقى في أزمة بينك وبين مراتك إزاي تحلها. شوف وصل لغاية أزمات الدول وأزمات البيوت، شوف وصل لغاية فين. فهو بيعلمك إزاي تبقى عندك أزمة وإزاي تحلها، إزاي عندك تبقى أزمة عندك مع دولة، مع قطاع، مع ناس نزلت في الشارع، مع مظاهرة طلعت، كله ده تبقى فيها أزمات وإزاي تحلها. بعد كده بتبقى راجل أنت بقيت استراتيجي وبتاع أمن قومي وقدرت الأزمة، خلاص أنت بقيت قوة، بتبقى بعد كده صانع قرار، بيخلي المحامي صانع قرار وبيدي المحامين. أنا في الأول عشان أكون صادق معاكم، في أول دفعة جت هنا في الأكاديمية ما اعتقدتش أبدا، ويمكن سيادة اللواء يحضرني في هذه الواقعة، ما كناش متوقعين أبدا إن المحامين هيقدروا يعملوا حاجة في صناع القرار. فأنا فوجئت، منهم مذيعين، منهم ناس دارسين دكتوراه وماجستير، فوجئت إن عملوا تجربة خيالية في أول دفعة بيشوف يعني إيه بطء التقاضي ويشوف أسبابه والحلول، بيشوف كل مشكلة أسبابها والحلول، الإسكان المشكلة والحل وهكذا. دخلوا في مجالات الدولة وفي مجالات مشاكل الدولة وحلوها. أنا عايز أقول لكم إن الدفعة الأولى عملت زي مسلسل يعني حاجة من التلفزيون على الشاشة، وجابوا أحمد زكي
في ضد الحكومة وجاب قطعة منه ابتدى يعلق عليها. كنت منبهر، قاعد منبهر الحقيقة، انبهرنا. دفع اللي فاتت دي القريبة عملوا شغل كويس جدا جدا، كان أعداد كبير فيهم جدا ممتازين. اختاروا سيادة اللواء اللي هو مشرف على الدورات اللي كان آخر محاضرة عندكم، سيادة اللواء حسام أنور، اختار من كل مجموعة واحد. أنا شفت واحدة عيطت، فقلت لها أنت بتعيطي ليه؟ إيه القصة؟ قالت لي أنا دخلت المجموعة أنا وزميلتي، فأنا كنت عايز أعمل حاجة، فلما دخلنا أنا وزميلتي مع بعض ما عرفناش نعمل حاجة. أنا لو وحدي كنت بعمل حاجة، أنا بدرس الكلام ده. فأنا شفت قد إيه الشرف والحب اللي نما واللي دخل في المحامين في أكاديمية ناصر العسكرية. حسيت قد إيه حب المحامين للأكاديمية، هي دي أكاديمية ناصر. أنا بشكركم شخص شخص ولوا لوا، ابتداء من مدير الأكاديمية إلى عسكري في الأكاديمية، فيش حد ما قدم لناش المعونة والمساعدة. بشكركم وبحيي مرة أخرى سيادة اللواء تامر مدير كلية الدفاع اللي احنا موجودين في حضرتك دلوقتي، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.